الفنان الكبير أحمد وفيق. كيف بدأت قصة حبه وتشجيعه للنادي الأهلي؟ كواليس علاقته بنجوم الكرة المصرية وحكايته مع الروح الرياضية، فرحته بالخماسية التاريخية والموسم الذهبي للمارد الأحمر، مواقف وحكايات بين الفن وكرة القدم، في ضيافة الكابتن إسلام الشاطر في البيت الكبير، غدا الساعة 10 مساء على قناة الأهلي. الأهلاوي مش هيسيبنا.